مشاهدينا بنرجع نلتقي فيكم. وهلا صار وقت دواء مثل العاده، وشيف بارون جايب معه السرنج يعني بعده ستيفاني ما تعزميني بس هيدي ابره بتتم سيبوني ما تعزميني ما تعزميني بليز شكني دكتور بس ما فيني ما فيني وعملنا اليوم جاسباتشو ابل اند باين نوتس وحطينا كيلو تفاح جراني سميث نص كباية سنوبر قطعتين فوكاتشا توست كباية ونص زيت زيتون ما تسمعي نتالي ما حتى نعم كله نص كباية مبيد أبيض نص كباية خل التفاح نص كباية ماي وأكيد شوية ملح حسب الذوق وكمان عملنا هون قشرة التفاح كراميل آيس حطينا أو بتحطوا شوية زبدة أو بتحطوا شوية زيت زيتون بترجعوا بتقصقصوا قشرة التفاحة شرائح رفيعة بتقلون شوي بترجعوا بتزيدوا سكر ما تقول سكر وبنحملهم نرجع بنزيد البلساميك سابا مزبوط شيف انا اكتشفت انه ستيفاني بتحفظ بس الطبخات اللي بتحبهم ترجت مي ترجت مي لا انا ذكيه طيب انا اللي حاعمله هلا بيغار وبيغار ليك ما في شك انه انت شاطره ميرسي مارون هلا كلكم شاطرين ستار ويل دان رح اعمل اثنين برزنتيشن وحده رح ابيعها انا اوكي والثاني رح اعطيهم البيب التوبا اس اي شو صار لابوراتوار اليوم انا اكسبيرينس كثير حبه بالمطبخ هو الكويزين لابوراتوار اذا بتروحي لعندي انا في عندي لابوراتوار لإلي بلابوستا هاللابوراتوار هي اوضه اذا بدك اوضه مسكره بصير كلها سرنجات وابر ومصل ونعمل فيها كل بنشتغل فيها كل الديفلوبمون اللي بنشتغل عليها على كل مصل شوكولا لرولا مصل شوكولا رولا صحيح لانه بتعيش على الشوكولا بالمصل اذا في اطيب من الشوكولا رح اخذ ال هون حطينا هون كراميل ونحطهم هون هيك يا عين وهودي رح احطهم هون وين نحطهم تحت؟ عم بتعلي مثل ما قلنا ستيفاني هيدي اميوز بوش او ستارتر هيدا مش فيك ابلز ابلز بليز فيك تفرجينا شكلك كثير جوعان مهضومه رولا سالتها كل شيء اصلا ليكو كيف الصحن؟ جوعان كثير بري قريب قريب لترجع تاكل ستيفاني انتبهي هولي مش فريت مثل ما فكرت رولا ابل ابل فرنش فرايز هولي قصيتهم شوي رقاق والابل جامون دو باغ ولانه عندنا الكاميرا مان بس بده يسمح لي نتفي هيدي هونيك هي لمين وهيدي هونيك بدنا البوز بلانش تندوقهم بس في خليهم هيك احسن اوكي بعدين مين بدلو هاي جرعة إضافية ما فهمت تكنيك يعني سافوار فير هاي جرعة إضافية هيدي لقلك شغلي بالريستوراسيون الاكسايتمنت للجست يعني يجي الجست وتبدا اكسبيرينس بيختبر شيء جديد اليوم بفوت اكثر بالاشياء اللي هي سوفيستيكي والكوزين لابوراتوار تكنيك لابريزونتاسيون إيه بس انا عاده لما بفوت على هيك مطاعم شيف بطلع جوعانه بتطلع نحن انا ما بطلعك جوعانه بتتعشي بالبيت بعدين بتجي خلص برجع على المكتب اذا بتلاحظي في بوش تكوني انت مع البيت اوكي هي رح بس شبعت شو هاللوحة؟ ما قلنا قلب ندوقها يا شيف. طيب لازم ندوق. يلا. سريع؟ إنه بعرف ما عنا وقت بس ما بدي أخلصها على السريع وتروح هيك. لأنه اشتغلنا فيها وتعبنا مثل ما شفتوا. شكلها هي دي سيبولة. أنا بدي أشوفها خاصة من مدوقة لأنه كتير حلوة. هون طيب شوي بالريجيم بناخذ شوي من وقتكم بيمشي الحال فينا ديجا نعبي لا ما تاخذوا من وقتكم فينا نعبي ديجا فينا نعبي ديجا هيدي صورتهم هي لإلي هون بدك تصورني انا عم بعبي هون هون بس بدك شوي على اللي عملته هو هي ابل سوب مع سبيك
بتعرف انه مع البارما ومع سبيك ومع الشاركوتري بناكل تفاح بناكل فريز بناكل كل هالملون الملون هون بدل ما نحط الابل عملنا الابل مع الاوليف اويل مع البلسامك مع سبا بلساميك مع كل الاشياء اللي حطيناها هون شيل من هونيك ستيفاني فهون الكومبينيشن كلها تيست وايز ان شاء الله بكره بولدان رح تشوفوها بما انه رح تروحوا بعد شوي من عندنا رح تشوفوا اول شيء ستيفاني انا رح اهتم بهيدي دقيقة انت هيدي ستيفاني بدي وقتكم بعدين هيدي دقيقة ستيفاني هيدي هيك شوي تك 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 هي هي هيدي لكارين ميرسي بوكو شي خل في خل لك بلساميك هيدي لرولا اعطيني بس القطارة يلا مثلا بالسرنجي اوكي فوالا طيب بتمام في شو شوكه اذا بدكم كرمال سبيك سبيسيال هيك بس ريفرشينج ريفرشينج وزيت كثي ايه شويه ريفرشينج كيف بدي اكلها انا هيدي بدي تاكليها بالشوكه شوكي ما اقول اكلها هيدي يا في جاتوجي لا اوكي هلا بدنا نبسط كارين اليوم يلا كارين يلا مبروك ثانك يو هلا ثانك يو عشت شو بدي اقول لكم هابي بيرثدي ميرسي هلا بدنا ندوق انا عم بقول ثانك يو ما رح اقول لكم شو تمنيت بس اكيد انه الانتخابات تقطع سلامي معك حق انا ما رح اشوف الكاميرا سي بوكو بدي اشكر عن جد كل الاكيب حبيبي وبدنا كلنا ندوق هلا مش بس ميرسي بوكو عن جد بس عم بدرب على التيستينج على الجاتو نو هيدا مريم بدك تدوق انت الجاتو تعطينا رأيك فور ذا اوكيزيون هذا شغلك للاوكيزيون اليوم لا ما انه شغله لو عارفين كنا عملنا لها الجاتو مريم لو عارف انا لو قالوا لي اكيد طلبت شوكولا بلون انت جاتو شوكولا بلون طيب بس انا الجاتو على شوكولا شوكولا كثير حلو مش على التفاح ما كنت اكلت ما قلت لي حبيته ما حبيته طيب كثير 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 طيب اوكي نكهه جديده مشاهدينا انا ونتالي رح ننتقل على فكره بلنس تفضلي نتالي